اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الاولى من ملعب الاهلي دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم الاحصاءات والارقام الموجوده في النادي الاهلي او النادي المصري وايضا بعض الجمل التكتيكيه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. اخبار السبوره ايه؟ ماتش صعب طبعا. مش كده جايب السبوره يعني؟ الماتشات اللي فاتت ما كانتش صعبه؟ لا طبعا، بس ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال تحديدا المدير الفني للنادي المصري، مدرب متميز جدا، يمكن من افضل المدربين في مصر حاليا، عندهم مرونه تكتيكيه، فعندهم جمل كتير، بيحفظ لعيبته جمل كتير هنتكلم عنها دلوقتي. يمكن هو واحد من يعني بصراحه من افضل المدربين، بيجيد قراءه الملعب بشكل كويس جدا. النادي المصري الملحوظه اللي يمكن الناس مش واخده بالها منها قوي، ان هو بقاله 12 مباراه متتاليه بلا هزيمه، رغم فارق الامكانيات الماديه والقدرات اللي في النادي المصري. يجي كابتن ايهاب جلال ويحولهم بالشكل ده، ده بياكد ان الراجل ده مدرب ليه بصمه واضحه. فالراجل ده بصراحه يمكن لو شفنا حتى ارقامه وارقام مقارنه كده ما بين ارقامه وما بين ارقام لاسارتي، ايهاب جلال لعب مع النادي المصري دربهم 14 مباراه، فاز في 8، اتعادل في 5، خسر في 1. لاسارتي 14 مباراه كسب 11، اتعادل 1، خسر 2، اللي هم الاثنين اللي كانوا قدام بيراميدز. احرز لعيب المصري نسبه الفوز طبعا 57% مقابل لاسارتي اعلى 78.5. احرز لعيب المصري مع ايهاب جلال 23 هدف، لاسارتي 24 هدف. معدل احراز الاهداف للاسارتي 1.7 في الماتش الواحد، ايهاب جلال 1.6. برضو من الحاجات اللي اتطور فيها كابتن ايهاب جلال يمكن عكس الولايات اللي قبل كده، ان هو اتطور بشكل كبير جدا على المستوى الدفاعي، بدليل ان هو دخل شباك النادي المصري 14 هدف بس، منهم يعني كلين شيت 6 مباريات من 14 مباراه، فده بياكد ان الراجل ده اتطور بشكل كبير جدا. طبعا اطول سلسله لها هزيمه الموسم ده للنادي الاهلي كانت 12 مباراه مع لاسارتي، وإيهاب جلال بقاله 12 مباراة، لو خسر النهاردة السلسلة دي ممكن تتكسر، طبعًا لو اتعادل أو كسب هيكمل في السلسلة دي. ده يمكن المقارنة الأولانية معانا. الحاجة التانية برضو اللي بتأكد دور إيهاب جلال مع النادي المصري وهو الأهداف، الأهداف اللي سجلها النادي المصري. النادي المصري سجل كام هدف مع إيهاب جلال؟ 23 هدف، منهم 17 في الشوط الثاني. يعني لما تخيل لما نادي يجيب 17 جون من 23 في الشوط الثاني، ده دليل ان الراجل ده لا بيقرا صح الماتش، بيغير صح، بيشتغل صح. يمكن كانت يعني المباراه الوحيده اللي غير فيها من وجهه نظري بصوره يمكن ما كانتش صحيحه، كانت المباراه الاخيره لما خرج سعيد صنبوري، فرق معاه جدا، وهنتكلم عنه ان هو واحد من اهم لعيبه النادي المصري. يمكن التشكيل بتاع النادي المصري المتوقع، يعني هم بيلعبوا ازاي بقى كابتن ايهاب جلال لما بيجي يلعب اي فريق تقيل، يعني اي فريق كبير سواء الاهلي سواء الزمالك سواء بيراميدز، بيلعب بيه 3 ورا. هو طريقتين، يا اما 3-4-2-1 يا اما 4-3-2-1، يا اما يلعب ب 3 ارتكاز يا اما يلعب ب 3 ورا، وانا ارشح ان هو النهارده الاقرب هيلعب ب 3 ورا. الثلاثه اللي ورا اللي هم مين؟ اسلام ابو سليمه ليبرو، على يمينه بيبقى احمد شوشه، وعلى شماله محمود حمد. طبعا هو عنده غياب محمد كوفي مشى، اسلام صلاح مصاب، المدافع محمد صلاح اتصاب، فبالتالي دخل فيه محمود حمد اللي هو بيوظفه كباك ليفت، يعني كمساك ايسر ثالث. الباك الشمال بيبقى عمر كمال عبد الواحد، الاثنين اللي في النص فريد شوقي وسعيد صنبوري، على اليمين بيلعب كريم العراقي، ده الاربعه اللي في النص، قدامهم اوستن اموتو واسلام عيسى ومحمود وادي. يمكن 3-4-2-1. طب ايه الحل الثاني؟ الحل الثاني ان هو يلعب باربعه وثلاثه ارتكاز، هيبقى ده يدل ان هو بقى خايف تماما من النادي الاهلي، فطبعا يلعب بثلاثة ارتكاز، يقوم مدخل اوستن ايزي اميكا مع فريد شوقي وسعيد صنبوري، ويلعب 4-3-2-1. يا اما الحل الاقرب اللي هو زي ما عمل قدام نادي الزمالك اللي هو هيلعب بالثلاثه دول. طبعا هو بيلعب دفاع هاي لاين، يعني الثلاثه اللي ورا دول بيبقوا دفاع متقدم، بيلعب على مصيده التسلل. ميزه كابتن ايهاب جلال في كل الفرق ان يعني لو بصينا على السبوره هنلاقي ان الثلاث خطوط متقاربه جدا، الثلاثه بيلعب دايما في 15 متر، دي ميزه كابتن ايهاب جلال. ادي واحد يعني الثلاث صفوف، ادي الثلاثه اللي ورا، الاربعه اللي قدامهم، ده بيسمى ظهير جناح بيطير، اللي هو الباك اليمين بيطير وبيرجع، وده برده ظهير جناح بيطير وبيرجع. وبيلعب هنا عمر كمال عبد الواحد مميز قوي فيها في الفتره الاخيره، وهنا كريم العراقي قدام طبعا اسلام عيسى اللي بيستلمه في العمق، واللاعب اوستن اموتو قدام محمود وادي. طيب في البعض برده بيقول ان هو بيلعب 4-4 او اقرب الى 4-4-1-1 او 4-4-2. لا في بعض المباريات، في بعض المباريات هو من المدربين اموتو
جنب محمود وادي، جنب محمود وادي او تحته سنه، هو بيلعب تحته سنه في ماتش الزمالك. إسلام عيسى بيلعب ناحيه اليمين، ناحيه سوري انا اسف، ناحيه الشمال، وسعيد صنبوري، سعيد صنبوري ناحيه اليمين، دي نفس الطريقه دي. واثنين اللي هم في الوسط فريد شاوي، فريد شاوي وسعيد صنبوري وايزي امك، وايزي امك او عمرو موسى، او عمرو موسى يعني اثنين في يعني بالمعنى ان هو بيلعب ساعات 4-4-2 في بعض المباريات، زي الشوط الثاني في مباراه الزمالك، زي الشوط الثاني في مباراه الزمالك لما يعني خزن اوستن اوموتو ده خرجه وراح لعب ب 4-3 يعني 3 وخزن اوستن اوموتو ونزله الشوط الثاني. ده بيحفظهم يعني، وواضح كمان من الارقام ازاي هم بيسجلوا الاهداف. قبل ما نتكلم على الجمل، هم جايبين كام جون النادي المصري؟ 23 هدف، منهم كام هدف من كره عرضيه؟ 11 كره عرضيه. اذا فريق النادي المصري مع ايهاب جلال هو فريق العرضيات، احسن فريق في الدوري بيلعب عرضيات. النهارده انت بتلعب فريق مميز جدا على مستوى الاطراف، 11 هدف من 23 من كره عرضيه. اللعب كله النهارده هيبقى من ورا علي معلول ومن ورا احمد فتحي. 11 هدف من كره عرضيه بنسبه 47.8%. الحاجه الثانيه 4 تسديدات طبعا بنسبه 17.39%. اول حاجه عايزين نتكلم على ميزتهم في العرضيات وميزتهم في التسديدات. ميزه النادي المصري ايه الجمله اللي بتتعمل دايما؟ هو بيحفظهم حاجتين معروفه يعني، انا متاكد ان هو بيشرحها لهم على السبوره يعني. ايه الجمله اللي بتتلعب؟ زي دي ولا تانية؟ السبوره الكبيره بقى زي دي يعني. فطبعا اول تجيب لي واحده طيب عشان انا بحب السبوره واحب اشرح عليها. اول جمله بتتعمل زي ما احنا قلنا، هم عندهم 3-4-2-1. الجمله الاولانيه اللي بتتعمل بيبقى فريد شوقي اللي هو اللاعب رقم 5 اللي عليه الدايره دوت، ده بيسقط بالشكل دوت، بيعمل ايه؟ الظهير اليمين اللي هو كريم العراقي بيتحرك بيطير، بيبقى قدام يعني. لو لعبناهم حتى قدام بالشكل ده، بيجي مثلا فريد شوقي اهو، بيجي في وسط لعيبه النادي الاهلي، ادي فريد شوقي الظهير اليمين بيطير ورا علي معلول، بتتلعب له بالشكل ده اهو. يعني فريد شوقي بينزل يستلم، بتتلعب بالشكل ده اهو من ورا علي معلول، بيجي كريم العراقي بيكون عامل العرضيه لمحمود وادي اللي بيبقى على القائم القريب دايما. الجمله دي يمكن احنا برضو معانا صوره ليها كربونه حصلت في هدف في مباراه الجيش، نفس الصوره بالظبط. ادي اهي بص حضرتك على الشاشه، فريد شوقي بنفس الجمله بتتلعب. أيوة. تسقيطه ورا علي معلول، علي معلول بيعمل العرضيه اللي هو الباك اليمين اللي هو بيبقى كريم العراقي او سواء محمد جابر، اي حد بيعمل الكره العرضيه لمحمود وادي. نفس الصوره، الصوره اللي بعدها هنلاقي الباك اليمين اللي هو طاير مستني الكوره ورا علي معلول. دي جمله ايهاب جلال المعروفه، عشان كده هم عندهم ميزه العرضيات 11 كره عرضيه. نعم، من 11 هدف من اصل 23 للنادي المصري من كره عرضيه، اللعب كله هيبقى ورا علي معلول. اذا لازم اخلي بالي سواء من الارتكاز اللي هيلعب النهارده، سواء لعب حمدي طيب فتحي. خلينا معلش يا دكتور احمد علشان بس نروح لتشكيل المباراه مع زميلنا كريم احمد من ارض الملعب. اتفضل يا كريم. بجدد التحيه ليك كابتن اسلام الشاطر، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. ادخل معاك سريعا في اجواء المباراه وتشكيل فريق النادي الاهلي في بعض التغييرات كده. ابدا معاك في حراسه المرمى، علي لطفي خط الظهر من اليمين للشمال، باسم علي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول في المنتصف، احمد فتحي وحمدي فتحي على الاطراف، جونيور اجاييه وجيرالدو وصالح جمعه ووليد ازار. والاحتياط الخاص بفريق النادي الاهلي مصطفى شوبير، حسين الشحات، رامي ربيعه، عربي بدر، رمضان صبحي، وناصر ماهر. خرج من القائمه كلن احمد الشيخ وهشام محمد، لكن حابب اتكلم على صالح جمعه سريعا معاك يا كابتن اسلام بعد خروج للتشكيل. يمكن بعض المواقع كتبت طبعا ان صالح جمعه ما اتمرنش بالنسبه للتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي وغاب عن التدريب الجماعي. انا باكد لك ودي معلومات يمكن خاصه لينا من صالح بنفسه، صالح كان عنده امتحان واتمرن الصبح الامس واول امس اتمرن، وامبارح كمان اتدرب تدريبتين، تدريبه صباحا وحتى جه مع فريق النادي الاهلي جري حوالين الملعب بعض التدريبات التأهيل لصالح جمعه. يعني الامور دي ما كناش بنحب نتكلم عليها على صالح جمعه بالتحديد. بالظبط بالظبط، لكن هو خلينا مركزين في المباراه يعني النهارده شويه من الامر ده، لان انا كنت متواجد وبتمرن وبجتهد في التمرين يعني. خلينا بس في المباراه النهارده يعني طبعا بنشكرك على الاجتهاد وكل حاجه، ولكن بالظبط خلينا في المباراه وبعد كده نبقى نتكلم. زي ما بقول لك الامور كلها ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحتنا للتركيز. تمام يا كابتن اسلام، لو بتكلم على تشكيل فريق النادي المصري، اسلام عيسى، محمود وادي، ايضا عفوا كابتن اسلام، احمد مسعود في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال، ايزي ايميكا، محمد جابر، كريم العراقي، وموتو اوجستين، المنتصف الملعب عمرو كمال واسلام عيسى، اسلام ابو سليمه،
سعيد وسنبوري ومحمد محمود وفريد شوقي. الاحتياطي ايضا الخاص بفريق نادي المصري محمود السيد، عمرو موسى، احمد ياسر، حسين رجب، عبد الناصر ديمارة، احمد شوشه ومحمود وادي. ده تشكيل فريق نادي المصري. وزي ما اتكلمنا طبعا على تشكيل فريق النادي الاهلي، واضح ان الغيابات مؤثره بشكل كبير، لكن ان شاء الله زي ما بنتكلم يا كابتن اسلام كالعاده ثقتنا في كل اللعيبه باذن الله. النهارده كل اللي متواجد سواء باسم علي النهارده يكون ليه دور، وان شاء الله يكون ليه تاثير كبير مع فريق النادي الاهلي. صالح جمعه هيكون النهارده فايق كل اللعيبه، مباراه مهمه. كلمك كمان على الاستاد والتامين الخاص باستاد حرس الحدود، استاد الماكس طبعا بيئه الاسكندريه، الكل متواجد، التامين كالعاده على اعلى مستوى، لكن التامين بدون جمهور الامر بيبقى صعب شويه. كنا بنعمل ان يكون في عدد قليل من جمهور النادي الاهلي نظرا لمباراه النادي الاهلي. النهارده هو تنظيم المباراه، ومباراه النادي الاهلي كالعاده بيكون التنظيم على اعلى مستوى، وبنشوف رسائل مميزه جدا وحضور جماهيري رائع. لكن ان شاء الله باذن الله لاعبتنا النهارده تكون مركزه بشكل كبير، يكون يومنا جديه والاصرار منتظرينها ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله كابتن اسلام يكون فوز مميز يساعد النادي الاهلي باذن الله في بطوله لقب الدوري العام. انا معاك يا كابتن اسلام لو في استفسار. كريم من فضلك قول لي ارض الملعب. ارض الملعب اصل انا لعبنا كتير هناك، فارض الملعب من المفترض انها تقيله. هل النهارده انت شفتها حطيت رجلك فيها، شفتها عامله ازاي؟ باكد على كلامك يا كابتن اسلام على ارضيه الملعب. يمكن مجرد وصلنا للاستاد كابتن سيد، كابتن يوسف، حتى صالح جمعه كمان نزل بنفسه على ارضيه الملعب. النجيله عاليه، وفي يمكن منطقه كده في الملعب يعني اللي نجيله عاليه، وفي بعض المطبات وفي بعض المعوقات، لكن يعني ارضيه الملعب نقدر نقول مش 100%، لكن فيها بعض المعوقات والنجيله عاليه. وانت عارف طبعا بخبرتك كابتن اسلام يعني بتتقل شويه اللعيبه، ممكن يبقى في كرامبات، لكن ان شاء الله باذن الله النهارده الارض ترشت ميه ولا لا بشكل كبير. ارضيه الملعب ان شاء الله ما يبقاش عائق مع فريق النادي الاهلي، لكن كل الامور بغض النظر عن الملعب حتى هذه اللحظه لسه يا كابتن اسلام، لسه حتى هذه اللحظه. لكن من الواضح كالعاده طبعا فريق النادي الاهلي بيحاول ان يكون فيه رش باطل الملعب، لكن خايفين ان يبقى فيه رش الامر يزداد سوءا، لان يعني الحته اللي انا بكلمك عليها بان طبعا مع ذات المباراه، لكن الحته اللي انا بكلمك عليها صعبه شويه في منتصف الملعب وامام حارس المرمى. بنتمنى ان شاء الله على الطرفين طبعا، على فريق النادي الاهلي والمصري، لكن بنتمنى ان شاء الله ما يبقاش فيه اي معوقات للاعبين خاصه بالنسبه لارضيه الملعب. بجانب كل هذه الامور تركيز شديد لفريق النادي الاهلي، اهميه المباراه، الجانب النفسي اتكلمنا عليه كابتن سيد، الجهاز الفني بيشتغل بشكل كبير جدا، وكان تحذير مهم من مستر مارتن لاسارتي لكل اللاعبين التمركزات الدفاعيه. الراجل اشتغل عليها بشكل كبير خلال الايام الماضيه، وحذر بشكل كبير على بعض العناصر الخاصه في فريق نادي المصري في التغطيات العكسيه، وايضا كمان التمركزات الصحيحه لياسر ابراهيم وايضا كمان ايمن اشرف. ان شاء الله باذن الله كل اللاعبين تكون في الفورمه النهارده، في فورمه المباراه، مركزين بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام نكسب بثلاث نقاط يساعدونا باذن الله. لاعبتنا ثقتنا فيها لن ولن تهتز ان شاء الله. مباراه تكون من نصيبنا باذن الله كابتن اسلام. انا بشكرك جدا يا كريم، دائما في قلب الحدث، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. ان شاء الله بعد المباراه بقى، او لو في حاجه حصلت من دلوقتي لغايه بدايه المباراه، دايما الحقيقه كريم من الزملاء النشطاء جدا الحقيقه. طيب تشكيل بالنسبه للنادي المصري، هو النهارده بادئ بمحمد جابر كناحيه اليمين، ناحيه اليمين جابر. الجمله اللي هتتلعب اللي احنا اتكلمنا عليها هتبقى فريد شوقي او سعيد وسنبوري، مش شرط، هو محفظهم الجمله ان واحد من دول سواء الاثنين الارتكاز او ايه زي ما كان اللي بادئ النهارده هيلعب تمرير طولي ليه محمد جابر. النهارده بادئ بمحمد جابر ايزي ايميكا وفريد شوقي وسعيد وسنبوري، وسعيد وسنبوري ثلاثه في وسط الملعب زي ما انت قلت نفس التشكيل بالظبط. ان هو بس هو الاختلاف الوحيد اللي هو الباك اليمين محمد جابر بيلعب بثلاثي في وسط، مش مهم الاسماء، ولكن بيلعب بثلاثي في وسط الملعب ولا الثلاثي في خط الدفاع؟ لا هيلعب اثنين وثلاثي في خط الدفاع، يعني اثنين في الارتكاز ايزي ايميكا، وهيبقى هنا سعيد وسنبوري، وهنا اوستن اوموتو وبتاع ده وسعيد وسنبوري، وقدام وادي نفس التشكيله. بادئ باسلام عيسى؟ لا بادئ باسلام عيسى ازاي؟ مش طيب، ما انا بقول لك عشان كده هيبقى ثلاثه ورا، اكيد هيبقى في واحد فيهم ناحيه الشمال، يعني ما هو عمر كمال عبد الواحد هنا، ومحمود حمد، واسلام ابو سليمه، وشوشه، ومحمد جابر، ويبقى في واحد من الاثنين اللي في الارتكاز ده مش موجودين، يعني يا اما سعيد وسنبوري يا فريد شوقي. بالظبط كده، لكن لغايه لما يجي لنا تشكيل النادي المصري، عايز اقول لحضراتكم مره اخرى تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه. علي لطفي طبعا في حراسه المرمى، باسم علي ناحيه اليمين، ياسر ابراهيم ناحيه اليمين ايضا او في وسط الملعب المدافع، ايمن اشرف وعلي معلول، ثم اثنين في وسط او في قلب الملعب من الناحيه في وسط الملعب، احمد فتحي وحمدي فتحي، ثم الرباعي الامامي جيرالدو واجاييه وصالح جمعه، ومن امامهم وليد ازار. ده تشكيل النادي الاهلي لغايه بس ما يجي لنا تشكيل النادي المصري. نرجع مره ثانيه
كنا بنتكلم على دي اللعبه الاولانيه اللي هي بتاعه النادي المصري. اللعبه الثانيه بقى الراجل ايزي اللي هو اوستين اوموتو، برضو دي من الحاجات المتحفظه بشكل كويس جدا زي ما قلنا. اول حاجه العرضيات، الحاجه الثانيه بقى التسديدات. التسديدات دي هنشوفها النهارده كتير جدا من اللاعب ايزي ايميكا اللي هو الجناح، بيبقى اللي يعني لو عرضنا السبوره هنلاقي ان ده سعيدو صنبوري. نعم. سعيدو صنبوري معاه كوره او فريد شوقي، بس في الاغلب بيبقى سعيدو صنبوري. ده بيتحرك كده اسلام عيسى عشان ياخد معاه عين باسم علي وياخد معاه عين الاثنين الارتكاز. وبيجي اوستين اوموتو من الناحيه ديت يقوم قاطع للعمق، بتتلعب له بالشكل ده بالظبط، بالشكل ده اهو. اوستين اوموتو بيشوط من بره ال 18 مميز قوي. اوستين اوموتو ده من اللعيبه اللي جايبه 5 اهداف في 6 مباريات مع النادي المصري. فروت قوي جدا، مميز بالتسديدات وبضربات الراس، اكتر حاجتين مستين فيه. يمكن هو مش سريع قوي ولكن هو قوي بدنيا ومميز بحته التسديد. دي الجمله لو عرضنا الصوره اللي معانا هنلاقي نفس اللعبه بالظبط اهي. بص حضرتك سعيد صنبوري بيلعب تمرير ده قدام المقصه. نعم. اتلعبت لايزي اوستين اوموتو قدام اهي، دي تمرير طولي بيبقى الفريق الثاني ضاغط، بيبقى متقدم دايما في النادي المصري مثلا في النتيجه، بيستغلها ان هو بيلعب تمرير طولي سعيد صنبوري للاعب اللي قدام اوستين اوموتو اللي بيجري. لو الصوره اللي بعدها هنلاقي اوستين اوموتو جرى وراح مسدد جاب جون من هنا، نفس الفكره بالظبط. برده في ماتش نادي الزمالك الصوره اللي بعدها هنلاقي ماتش نادي الزمالك نفس اللعبه. بص حضرتك ده اللي معاه الكوره ده سعيد صنبوري، حطها ما بين رجل طارق حامد لاوستين اوموتو قدام. اوستين اوموتو طبعا لف ودار بالونش وراح شايط. دي اللعبه الثانيه المشهوره جدا. اذا اتكلمنا على العرضيات وخطوره محمد جابر النهارده من ورا علي معلول، دي هتبقى مفتاح مهم جدا ولازم نخلي بالنا منه. النقطه الثانيه نقطه التسديدات اللي هو اوستين اوموتو، دي حاجه مهمه جدا. اوستين اوموتو مميز جدا بالتسديد. يمكن النادي المصري زي ما اتكلمنا قلنا الكرات العرضيه التسديد. الحاجه الثالثه هي الضربات الثابته، برضو من الحاجات. اسلام ابو سليمه مميز جدا بلعب ضربات الراس. نادي الزمالك، نادي المصري سجل في نادي الزمالك من خلال ضربه ثابته. يمكن النادي المصري لو اتكلمنا على دايما على العرضه الثانيه وبيجيبها بضربه راس. اسلام ابو سليمه حتى من ايام ما كان كابتن حسام موجود، كابتن حسام حسن موجود في النادي المصري، اسلام ابو سليمه مميز دايما بضربات الراس. يبقى قلنا اول حاجه الكرات العرضيه 11 هدف، ثاني حاجه التسديدات، ثالث حاجه الضربات الثابته، رابع حاجه ضربات الجزاء، خامس حاجه وهي اهم واحد من اهم اللعيبه زي ما قلنا ان سعيد صنبوري لعيب مهم جدا ومفتاح لعب كابتن ايهاب جلال بيستخدمه في اكتر من مركز، كارتكاز تاني، كصانع العاب، كجناح. سعيد صنبوري لعيب كويس جدا وعامل 5 اسيست، صانع 5 اهداف مع النادي المصري من بدايه يناير. اذا مفتاح لعب كبير جدا. اللاعب الثاني وهو اسلام عيسى، النهارده بادئ باسم علي، فاسلام عيسى هيلعب على باسم علي، دي هتبقى النهارده يعني اسلام عيسى لعيب خطير جدا. اسلام عيسى مميز بالاختراق من العمق، مميز بالحل الفردي. اسلام عيسى ارقامه مسجل 7 اهداف مع النادي المصري. اسلام عيسى هو اللي هو هيبقى هنا رقم 7 وقدامه هيبقى باسم علي واحمد فتحي وحمدي فتحي. يمكن الراجل اللي صارت النهارده فكر ان هو عنده غيابات، عنده عمرو السوليه مش موجود، عنده حسام عاشور مش موجود، وبالتالي بدا بحمدي فتحي، قال لك هلعب بمين ارتكاز تاني؟ طبعا العربي بدري لسه صغير مش محبش ان هو يجازف بيه، فدخل احمد فتحي في الارتكاز جنب حمدي فتحي وبدا بمحمد وبدا بباسم علي. طبعا محمد يعني هتبقى في مواجهه ثنائيه خطيره جدا ما بين اسلام عيسى وما بين باسم علي، لازم طيب. احمد فتحي يرحل عليه. اهم الارقام اللي موجوده عندنا النهارده مقارنه ما بين علي لطفي واحمد مسعود. طبعا في مقارنه حراس المرمى، يمكن لو عرضنا المقارنه هنلاقي ان علي لطفي لعب ماتشين بس مع النادي الاهلي هذا الموسم ب 180 دقيقه، دخل شباكه 4 اهداف، حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد من الاثنين. عدد المشاركات لاحمد مسعود 23 مشاركه، طبعا 27 سنه لكن علي لطفي 29 سنه. الرقم المميز لاحمد مسعود ان هو من تاني يمكن تاني اكتر حارس في الدوري حافظ على نظافه شباكه 9 مرات من 23 ماتش، ودخل شباكه 23 هدف في 23 مباراه، يعني بمعدل هدف كل مباراه. لكن حافظ على نظافه شباكه 9 مرات. على فكره برضو احمد مسعود من الحراس المميزه، ولكن بيعيبه ان انت عشان تلاعب كابتن ايهاب جلال النهارده، كابتن ايهاب جلال قدامك حل من الاثنين، يا اما تضغط ضغط عالي وتغلط احمد مسعود ودفاع النادي المصري زي ما عمل في ماتش السوبر كابتن حسام البدري ووليد ازار وغلط احمد مسعود، ودي حاجه مهمه جدا تمام. ان انت تلعب ضغط عالي وتغلطهم من بدري، يا اما تستنى وتلعب ضغط منخفض بس في خطوط 3 متقاربه لازم. ليه؟ لان عشان تقرب المسافات، عشان تقرب المسافات. لكن ما ينفعش ابدا تفتح الملعب لان ايهاب جلال حريف في استغلال المساحات. تمام. اخر حاجه بس عايزك برضو تقولها لمشاهدي النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، النادي المصري 14 هدف تحت قياده الكابتن، دخل فيه 14 هدف تحت قياده الكابتن ايهاب جلال. ازاي استقبل النادي الاهلي؟ يمكن ابرز نقاط الضعف للنادي المصري
يمكن هم استقبلوا الضربات ركنيه 4 أهداف من 14 هدف من ضربات ركنيه. تمام. النادي المصري استقبل 4 ضربات ركنيه نسبه كبيره، اذا الضربات الركنيه النهارده المفروض تكون سلاح مهم جدا للنادي الاهلي. النقطه الثانيه اللي بعد كده في العرضيه من الجبهه اليسرى، عندهم الجبهه الشمال اللي فيها عمر كمال عبد الواحد ومحمود حمد، الاثنين لعيبه كوره. الاثنين بالذات عمر كمال عبد الواحد، فالناحيه الدفاعيه عندهم مش قويه قوي، فاذا اللي بيلعب النهارده جيرالدو عليهم يقدر يكون مفتاح مهم جدا في الناحيه دي. هتبقى زي ما قلنا جبهه اسلام عيسى وباسم علي جبهه خطر للنادي المصري، انا اعتقد ان جبهه جيرالدو وقدامه عمر كمال عبد الواحد ومحمود حمد هتبقى جبهه خطيره جدا للنادي الاهلي. طبعا في بعد كده التسديدات، من الحاجات اللي التسديدات على حدود منطقه الجزاء جه في النادي المصري 3 أهداف نسبه كبيره جدا، فدي يمكن ابرز نقاط الضعف. النادي المصري برده في لعبه بس اخيره يعني ابرز نقاط ضعف النادي المصري، النادي المصري بيلعبوا الثلاثه اللي وراهم، يمكن دول بيلعبوا دايما هاي لاين، فانت النهارده وجود وليد ازارو يعني الدفاع متقدم فليه؟ لان هو دايما بيحب كابتن ايهاب جلال يقرب المساحات، فانت عندك وليد ازارو تقدر تستغله في المساحات دي بالتمرير الطولي بتاع صالح جمعه، يعني صالح جمعه رقم 10 مثلا هيلعب لوليد ازارو التمرير الطولي، لان هم دايما لو لاحظنا مثلا الهدف اللي جه في النادي المصري دايما اي تمريره طولي في ظهر الدفاع بسهل جدا ان انت تضرب دفاع النادي المصري بالتمرير الطولي من خلال سرعات وليد ازارو تحديدا. يمكن وليد ازارو الناس بتنتقده بعض الشيء، ولكن انا وجهه نظري مهاجم سريع وشرس تقدر تستغله في المباريات اللي زي دي. ايهاب جلال بيلعب دفاع متقدم تقدر تستغل البينيات، يجب استغلال وليد ازارو، ممكن يجيب ضربه جزاء، وليد ازارو مميز بالضغط زي ما ضغط قبل كده على احمد مسعود، سريع ممكن يجيب ضربه جزاء، يجيب فاول، يجيب هدف من انفراد، فاذا مهم جدا ان انت تستغل، لان خاصه ان دفاع النادي المصري مع ايهاب جلال بيلعبوا هاي لاين، حتى لو لعبوا بالاربعه بيلعبوا دفاع هاي لاين، يعني بيلعبوا دفاع متقدم، وبالتالي بيبقى في مساحات ورا. يبقى هي اذا النادي الاهلي النهارده ياخد باله ان في مساحات خلف، في مساحات والضغط فعلا. انا وجهه نظري لو انت ضغطت على النادي المصري ضغط عالي من بدري هيغلطوا، هتغلطهم من بدري. تمام. تقدر ان انت تخلص الماتش بقى بضربه ركنيه بضربه ثابته من بدري. عموما خلينا نشوف ماذا سيحدث، وان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه.